بالإرادة والتصميم يتحقق الهدف والطموح، شعار رسخه الطالب محمد نور علوزي ابن مدينة حلب الذي نال المرتبة الأولى على مستوى سوريا بالفرع العلمي بمجموع قدره 2900، والذي عبر عن فرحته الكبيرة بهذا النجاح مؤكدا أن الثقة والعزيمة إضافة لدعم الأهل والكادر التدريسي كانوا مفتاح التفوق والنجاح. بالبداية بحب أهدي هذا النجاح لقائد الوطن ولبلدي الحبيب سوريا، وبالتأكيد لأهلي وأساتذتي الغاليين اللي وقفوا معي ودعموني لآخر لحظة من الامتحان. المجموعة التام بالبكالوريا هو بالنسبة لي عبارة عن حصيلة جهود استمرت لمدة 12 سنة، هو أكيد ما له تعب يوم ولا يومين. كل ما تتعدي علي نقطة ضعف دوما أذكر حالي بهدفي وبحلمي، أنه أنا لا قد ما ضعفنا بدنا نضل عم نقوى لحتى نوصل للحلم اللي بيخدم البلد. أكيد تنظيم الوقت كان هو له الدور الرئيسي خلال السنة، لأنه كان مفتاح التفوق. يعني أي شيء طلاب المراحل الجاية وبالذات السنة القادمة، إنه أنتوا عندكم هلأ بكالوريا، بحب أوجه لكم أنه الإصرار والتحدي هو رح يثمر ورح يعطي مجاميع عالية ومجاميع أنتوا بدكم إياها وأحسن إن شاء الله. بشكر كمان الجيش العربي السوري اللي وفرنا الأمان بعد سنوات الحرب الصعبة لحتى نقدر نكمل بالمشروع العلمي للبلد، ونقدر نطور هاي البلد، ونقدر نعمر البلد بعد الخراب اللي صار فيها. قصة النجاح التي رسم ملامحها الطالب محمد لعائلته، التي أكدت أن التفوق ثمرة جهد متواصل قدموا خلالها كامل الدعم لابنهم من أجل تحقيق طموحه وتفوقه للمساهمة في بناء مستقبل مشرق لسوريا. كانت فرحة لا توصف نهائيا، الحمد لله رب العالمين، ورب العالمين يعني أكرمنا أنه أهينا له الجو هون. يعني والدته ساعدته كتير بظروفه النفسية بالدراسية، تسهر الليالي معه يعني، فكان في حافز للأم دور كبير. كان انه كتير انه يساعدني في الدراسة، وطبعا كان في انه كتير تنافس بيناتنا، انه انا اساسا هو بكالوريا، فانا كان في كتير بيناتنا تنافس، وكان كتير يساعدني انه بحال انه بعض الشغلات كانت صعبة علي وهيك، فانا ان شاء الله انه اكون من الاوائل انه على سوريا انه يعني اطبخ وطاوي. بالمثابرة والصبر وتنظيم الوقت يتحقق الهدف المنشود عبر متابعة التحصيل العلمي ورسم دروب النجاح، فلكل مجتهد نصيب. مصطفى كوسى، الإخبارية السورية، حلب.